والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. وقلنا ان هذه الآية معطوفة على ما سبقها من صفات أولي الألباب الذين يتذكرون ويعرفون موطن الحق بعقولهم ابتداء بالدليل. فالله حينما قال سبحانه انما يتذكر اولي الالباب شرح لنا من هم اولي الالباب، فقال الذين يوفون بعهد الله. العهد الايماني ولا ينقضون الميثاق، لانك بمجرد ان امنت بالله فقد عقدت معاهدة بينك وبينه في كلية العقيدة الوحدانية وجزئيات التشريع من هذه العقيدة. ولذلك يجعلها الله في آيات أخرى صفة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. إيجاب وقبول، بأن له الجنة إيجاب وقبول، والعهد هو إيجاب وقبول، وميثاق مؤكد بالأدلة العقلية ثانيا والأدلة الفطرية أولا. فقال الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. اثنين، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل من الأهل من الأقارب من الجيران. وقد تتوسع مروءة المؤمن فتشمل الإنسانية كلها، وحينئذ تتداخل دوائر الصلة، فإنسان يصل أهله ويصل رحمه، وغيره يصل أهله ورحمه، وكل موصول من الغير يصل غيره به، إذا فستتداخل حلقات التواصل إلى أن يصير المجتمع الإيماني مجتمعا واحدا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والأمة. والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الخشية دائما تكون من الذي يمكن أن يصيبني بالمكروه، والخوف من المكروه الذي يصيبني. ويخشون ربهم، ولذلك جعل الخشية بالله وجعل المخافة من سوء العذاب. انت تقول خفت زيد وخفت المرض، ففيه شيء تخافه وفيه شيء يوقع عليك ما تخافه. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. صبروا، الصبر هو تحمل متعبة تطرأ على النفس الإنسانية لتخرجها عن وقار استقامتها ونعيمها وسعادتها. كل ما يخرج النفس الإنسانية عن سياق الانسجام في النفس ده يدعى الصبر طارئ عليه. الصبر يحتاج صابرا وهو الإنسان المؤمن، ويحتاج مصبورا عليه. فمن المصبور عليه في الأحداث؟ قد يكون ذلك في ذات نفسك، فتصبر أولا على مشقة التكليف. التكليف الذي يقول لك افعل كذا وأنت تريد أن لا تفعل يشق عليك، والتكليف الذي ينهاك عن كذا وأنت تحب فعله. إذا ده يريد مجاهدة من النفس، لمجاهدة الصبر الذاتي أن يصبر الإنسان على مشاق التكليف. ولذلك يقول الحق وإنها لكبيرة صعبة إلا على الخاشعين. هذا صبر، صبر الذات على الذات. وفيه صبر يقع بشيء من غيرك، هذا الذي يوقع عليك ما يخرجك عن استقامة نفسك وسعادتها قسمه، قسم يكون غريم لك وقسم لا تجد فيه غريمة. فإذا مرض إنسان شيء أصابه وأخرجه عن حيز الاستقامة الصحية فأتعبه، يصبر عليه. من غريمه في هذا المرض؟ لا غريم له. وواحد أوقع بك الأذى يبقى له غريم. يبقى إذا في حاجتين، اثنين، إيمان يحصل من غريم أمامك،
وإيمان لا تجد له غيره. كم أشياء التي تحدث على الإنسان من غير أن يوجد له غيره؟ هذا نوع. النوع الثاني أن يوجد غيره أمام نفسه. كل صبر له طاقة إيمانية تحتضنه. فالذي يصبر على شيء ليس له فيه غريب يبقى صبره معقول شويه، لانه ماليش غريب يهجري. ولكن صبري على واحد اوقع بي الما اجد اللي عايزه بقى الايه بعملي. كلما رايت من اوقع بي الم ارتضت نفسي وعشت واحببت الانتقام، انما ماليش فيه غريب ده. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى في بيانه القران يفصل بين الامرين، يفصل بين شيء أصابك ولا تجد له من مثلك غريما، وشيء أصابك ولك من مثلك غريما فيه. فيقول واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ولا يتطلبش منك مغفرة ولا عفو ولا أي حاجة، لأنه مش غريب. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لكن إذا وجد الغريب يؤكد الله الصبر، لأن موجبات الغضب موجودة في الغريب ده. ولمن صبر وغفر، يبقى غفر يبقى في غريب، دكة ما فيش في غريب، إنما هو غريب. ولمن صبر وغفر إن ذلك لم يكن كما قال في الآية الأولى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، لأن التلف دي شوية قال لك لا ده عايز عزم التلف شوية أقوى من دكة شوية، لأن الغريب يبيجا. فيقول ولمن صبر ورفق ان ذلك لمن عزم الامور، وين يؤكدها؟ يؤكدها ليه؟ لان الغريب هيهجري كل ما اشوفه هيهجري. ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. حق سبحانه وتعالى حينما يريد منا ان نصبر لا يطلب منك وحدك، ولكن يطلب من المقابلين لك جميعا ان يصبروا على ايذائك لهم. فكأنه طلب منك أن تصبر على الإيذاء الواقع من الغير وأنت واحد، ولكنه طلب من كل غير أن يصبر على إيذائك. يبقى أنت ده تأمين اجتماعي لحياة النفس الإنسانية. يعني إن كنت طلبت منك أن تصبر على من أذاك، فقد طلبت من الناس جميعا أن يصبروا على أذاك لهم. فإذا بدرت منك بادرة من الأغيار وتحب تعمل دعاء أو حاجة، فلك رفيق بأن الله طلب من المقابل أن يغفر لك وأن يعفو. وقلنا إن الصبر على هذه إذا كان للإنسان غريب يحتاج إلى ثلاث مراحل. أن تصبر صبرا أوليا بأنك أنت تجزم غيظك، لكن الغيظ موجود، ولكن الحركة النزوعية مش موجودة. غيظة في نفسك ولا تعبش، لا ضربت ولا شتمت ولا حاجة، أنا لسه إيه؟ ولذلك بيسموه إيه؟ والكاظمين الغيظ. الكاظم ده مأخوذ من الإيدة اللي فيها المية. تقول تعمل فيها إيه؟ تربطها كده. ليه؟ لأن لو ما ربطتهاش هيتدفق من المية، يبقى موجود الغيظ. أدي أول مرحلة. والعافية عن الناس. يجي للمرحلة الأرقى الأعلى. يخرج الغيظ من إيه؟ من صدر. أدي واحدة. وبعد ذلك يتسامى في مراتب الصديقين، فلا ينجو إلى من كذب غيظه عنه أولا وعفى عنه ثانيا نظرة العدل، بل يجب أن ينظر إليه نظرة إيمانية. هذه الإيمانية إيه هي؟ قال لك لأن الذي آذاني قبل ما يؤذيك اعتدى على حق الله فيك. فكأن الله إذا آذاك واحد من الناس يكون في صفك. إذا كان الذي ظلمني وأساء إلي جعل الله في صفي، ألا يجب أن نكافئه بأن نحسن إليه؟ نحسن إليه. ولذلك قالوا كيف يطلب الإيمان منا أن نعفو عن من ظلمنا بمن نطلع الجزء من قلبنا، وبعدين أن نحسن؟ والله يحب المحسنين. أن فيه يا أخي، ألا تحسن إلى من جعل الله في جانبك؟ هو جعل ربنا في جنبك، يبقى ده يستحق الإحسان ولا ما يستحقش الإيه؟ يستحق الإيه؟ الإحسان. والذين صبروا، والصبر له دوافع.
كده احداث من احداث شديده فيظهر امام الناس انه اقوى من الاحداث وان الاحداث لا تنال منه وانه جلد وانه صبور. يبقى ده صبر لا لابتغاء وجه الله ولكن صبر ليه بين نفسه ايه؟ انه فوق الاحداث وانه جلد. هذا صبر مش لابتغاء وجه الله. صبر امام اعدائه حتى لا يشمتوا فيه وتجلدي للشامتين اريهم اني لريب الدهر لا ايه؟ الله لاني برضه باسم الله. الله. طب صبر لانه عاقل قوي. ليه قال يعني عاقل قوي؟ قال لك لان الذي وقع مش هينفعه جزع. يقول لك بالعقل كده، طب وانا هقعد اعمل عايز مش هينفع الجزع. يبقى صبر بعقله لان الجزع لا يفيده في رفع ما وقع عليه. هل انت عايز نصبر ايه؟ ام انك تصبر ابتغاء وجه الله. ساعة ما تشوف امر بحدث معين اعرف ان فيه المفعول له كتير. صبر لكذا وصبر لكذا وصبر لكذا وصبر لكذا. احنا عايزين واحد بس من الصبر ان يكون ابتغاء وجه الله. ليه؟ ام انك لانك اذا صبرت على الايمان وقصدت بصبرك وجه الله يبقى لم تخطئ قدر الله فيما اصابك وتعلم ان لله حكمه اعلى من الموضوع به. ولو انك خيرت بين ما كان يجب ان يقع وبين ما وقع لاخترت هذه. تختار دي. لما خلقت السفينه اليست هذه مصيبه؟ لكن لو علموا ان خرق السفينه ده هينجي السفينه لان فيها فساد من الملك الظالم من الله السفينه. يعملوا ايه؟ يقولوا يفرحون بالاحداث. كانوا يفرحون بالاحداث. اللي انقتل ابنه قدامه كده واحد قتل. هذا مصيبه كبيره صارت في الملوك اولا ثم صارت في الذات ثانيا. لانه مكسور. لو علمت ان الولد كان يفتن اباءه فيحرفه مع المنهج وربنا خده من طريقه. ادي واحده. طب والولد ما ذنبه؟ لان انت ما انتش فاهم عن الله حاجه. لان الولد الغلام ده اخذ قبل مناط التكليف. وحين يؤخذ قبل مناط التكليف امن من الاسراف والانحراف. فاخذه الله في جنته يمرح فيها كيف جاء. ولذلك بيسموا الاطفال اللي يموتوا دول دعاميس الجنه. دعاميس الجنه يعني ايه؟ يعني يدخلوا في اي حته على كيفهم، يدخل على حضره النبي، يدخل على الصحابي، يدخل عليك. زي ما تاخد ابنك الصغير في بيت الامير او بيت السلطان او بيت الحاكم، يودي يقعد يلعب في سيادة ويدخل هنا، حد يقول انت بتعمل ايه؟ كذلك. يبقى اذا المخبوط من حكمه الله في المصيبه في قتل الولد، لمين؟ للام. وللاب لانه كان هيفتنه. ادي واحد. ليه هو لما لقطت الدنيا كده قفزها قفزا بدون ان يحاسب على شيء ويعيش كويس. واحنا نقول يا عيني ما تمتعش بالدنيا، اتلقوا على عيالكم. تتمتع باخسر من الدنيا. تبقى لازم تفرحوا بحسابه. اذا الذي صبر ابتغاء وجه الله ينظر الى منات الحكمه في مورد القضاء عليه. فإذا ما نظر في مورد العملية، ولذلك يقول إيه؟ أحمدك يا ربي على كل قضائك وجميع قدرك، كله حمد الرضا بحكمك باليقين بحكمتك. فمتيقن بالحكمة، مش ناخد المسائل كده شواشر وسطحية. الذين صبروا، الإنسان مثلا يجي عنده فاقة. يقول لك يا اخي اصبر على الفاقه ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. ليه؟ اما انك لانك انت خلي نفسك تصبر عليك. انت مش قادر تجيب لها طرف حياتها. قول لنفسك قبل ما تقول للناس ادوني، قول لنفسك يا نفسي اديني شويه من الصبر عليا لحد ربنا ما يفرجها. ولذلك الشعر القديم يقول ايه؟ اذا رمت ان تستقرب الموت منفقا على شهوات النفس في زمن العسر. انت هتستلف فلوس عشان تنفق على شهوات نفسك. فسل نفسك الانفاق من كنز صبرها عليك.
تسل نفسك الانفاق من كنز صدرها عليه وانظارا الى ساعة اليسر، فان فعلت كنت الغني، مدام نفسي ما طلبتش منها يبقى انا، وان ابت فكل منوع بعدها واسع العزر. يبقى اي واحد يمنعك كل ده ما هنزله، يبقى انا نفسي ما رجيش في الدين، مدام نفسي ما ادتنيش حلم الناس ليه؟ اذا قلت ان تستقرب المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر فسل نفسك الانفاق من كنز صبرها عليك وانذارا الى ساعة اليسر، فان فعلت كنت غني، وان ابت فكل منوع بعدها واسع العزر. اذا الذي يلتفت الى الحدث وحده يقعد، والذي يلتفت الى الحدث مقرونا بواقعه من ربه يقول ده لازم بالحكمه. يبقى اذا المؤمن يصبر ولا ما يصبرش؟ لازم يصبر. والذين صبروا من اجل ابتغاء وجه الله، اذا فللصبر اسباب كثيره. الله يريد ان يخص بهذه المنزله من صبر ابتغاء وجهه، لان الذي يصبر ابتغاء وجه الله يكون عالما بحكمة الله فيما يجريه وليس له فيه غريم. مرض مصيبتي لأي حد، طب ومن في غريم يا ربي؟ أنك لأنك لو علمت أن الذي أساء إليك قد وجه الله إليك بإحسانه. واحنا ضربنا مثل زمان، قلنا الإنسان إذا دخل ووجد ابنا من أبنائه قد آذى أخاه، قلب الأب يكون مع من؟ مع المأذي، يطبطب عليه ويراضيه ومش عارف ايه، لدرجة ان الولد اللي اذى ساعة ما يشوف ابوه عمل كده ولا اخوه اللي اذاه يتمنى ان يؤذيه اخوه لينال حنان ابيه. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة، احنا قلنا طبعا في اقامة الصلاة اشياء كثيرة ان تؤديها على وفق المطلوب منها، لانها جلوة بين العبد وبين ربه. لدى الجلوة بين العبد وبين ربه، قلنا زمان ان الانسان منا اذا احتاج الى لقاء كبير من الكبراء يطلب منه المقابلة، فاما ان يسمح او لا يسمح، فرضنا انه سمح، هو يحدد الزمان ويحدد المكان ويقول فيما تتكلم عشان نبقى نجهز، وهو الذي ينهي المقابلة. لا يا اخوي، ربنا هو الذي دعاك طلبك، انت صنعك وطالبك صانعك لتقف بين يديه. قلنا لو نظرنا الى هذه القضيه في الخلق لوجدنا ان الصنعه التي تعرض على صانعها خمس مرات في اليوم لا يجيء فيها عطب ابدا. مهندس مواضح، المهندس يجي يقول لك ده سلك كذا، ده فيوزه ضربه، ده مش عارف ايه، عارف الان هو اللي خلقه، فربنا اللي خلقك انت وقفت قدامه. كما ان الله غيب عنك فكذلك اسباب شفائك مما تعاني غيب عنك. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك، كان اذا حزبه امر يعني فوق اسباب يعمل ايه؟ يقوم الى الصلاه، يعرض نفسه على صنعه كده يشوف ايه العقد اللي فيه. خلاص؟ والذين صبروا واقاموا الصلاة وانفقوا. وبعدين قلنا زمان علشان نكرهها ثاني، ان من عظمة الايمان ان يخلي ربك هو اللي يدعوك، مش انت اللي تطلب توبة يعني. لكن ايمنع عنك باب القرب في اي وقت؟ لا، فتح بابا لك باب النفل، وبعد ذلك انت الذي تحدد مكان اللقاء، تروح تصلي هنا تصلي هنا تصلي هنا، وتحدد زمنه دلوقتي ولا بعد دلوقتي، وانت الذي تنهي المقابله، مش هو اللي يقول لك خلاص المقابله انتهت. غير يعني. ولذلك تأدب رسول الله بأدب ربه وخلقه بخلقه، فكان اذا وضع انسان يده في يد رسول الله لا ينزع يده منه حتى يكون هو النازع. وانفقوا واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم. الانفاق هو اهلاك بعض المال، كل مال في عزيزك بتطلعه منك، منها سوق النافقه يعني البضائع كلها انباعت، وحتى اولئك نفق الحمار يعني ذهب،
هذا الانفاق ازهاد ما تحتاج به من ايه؟ من مال. حين نجد هذه الآية نجد معنا ميزان اجتماعي للاقتصاد. حين يطلب من الله من الواجد ان ينفق من اياك ان تنظر الى انك ماخوذ منه، ولكن انظر الى انك ان وصلت الى درجة الافتقار سيؤخذ لك. هذا هو التأمين، باخذ منك انت واجب علشان اديك انت ما عندكش. الله، يبقى تأمين جيد، تأمين انك هو ده التأمين. ولذلك يقول الحق في من يخاف ان يترك عيالا من حسبهم حتى يتوالى من عمش وعمش، لو انه في مجتمع ايمان يقول يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الواحد لما يقول للولاد يتم لو علم ان يتيما امامه اصبح كل مجتمع ايماني من ابائه يقول ما يزعلش لما يسيب ولاده، يقول له لما يسيب واحد بالدنيا كلها هتبقى اباء، يبقى يزعل ولا ما يزعلش؟ اذا راى يتيم واحد ابوه موجود وهو ابوه الكافر وبعدين يشوف ان الكل اتجع بقلبه اليه، الله ما يسخطش على ربه ولا حاجه، يقول الا ده ابويا ده كان حادث رزق، ده جاب لي عفيره وعفيره 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 وابويا كان الله مساله مش عالم. الحق سبحانه وتعالى يصنع الميزان الاقتصادي ويطلب منا الانفاق، والانفاق انما يكون بمال زائد او بمال بلغ نصاب. اذا فلاجل ان تنفق لازم تكون لك حركه، يبقى لك فيها معرفه، المال مش على قد حاجتك بس، لا على قد طاقتك، اللي تصرفه تصرفه والباقي ايه؟ تنظر فيه الى من لا؟ الى من لا يفعل. هنا بقى وانفقوا مالش انفقوا ما رزقناكم. قالك طب في واحد كل اللي بيديني بيقعد ياكل منه نجمه كده ويطلع الباقي، يبقى انفقوا مما ما رزقناكم ولا مما رزقناكم؟ بل برضه المؤمن اللي نزل هذه النزله ينفقوا مما رزقه الله. ليه؟ لانك لان مقومات حياتك هيطلع كل اللي عنده. يقول لك اسلم لي يا رب ضمن لي الاشياء دي، والمضمون من الله اكثر مما في يدي، انا لا انفقش اللي عندي لان اللي عندي كتير عندك. ولذلك يوجد المسألة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فيما ناله من الغنائم، قل لي ماذا صنعت بها يا أبا بكر؟ قال تصدقت بها كلها. قال ماذا أبقيت يا أهلك؟ قال أبقيت الله ورسوله. لكن حين أنفق الكل أنفق البعض بس، لأن الرصيد موجود. الرصيد موجود. والثاني أن قال لك تدفق اللي أنفق البعض زي ما قال ربنا أنفق الجنة لكن مخلى بعض، قال لك تنزل القضية الإيمانية. شوف مين إيه؟ سأل عمر قال له أنت عملت إيه يا عمر؟ قال له تصدقت إيه؟ بنصفها. يا لله عندي نصفها. ضرب أنت بيضك أي حاجة نوديها، الله تبقى كل بيضك من مرة. ولذلك تجد كمان الحق سبحانه وتعالى حينما يطلبه من وصي على يتيم الوصي بالمال وانت بتدور، قال لك مطلوب منك حاجتين، ان كنت غني استعفف لله تبقى لله، وان كنت فقير كن بالمعروف. طب وليه نقول الفقير اللي ما عندوش عشان يدور؟ قال لك لاننا لا نحرم من رعايه المال اصحاب القدره في الرعايه، وان كانوا فقراء ناخذ منهم برضه. يقول لي كن بالايه؟ لان ما دام حسن الرعايه والاداره هيجيب اللي هياكل منه هيجيب اكتر. انما لما نحمل ان المجتمع اليتيم من خبره الناس اللي عندهم مثلا امانه واخلاص عشان ما عندهمش الا من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل كل معروف. وحته ثانيه قال اياك ان ترزقهم من مالهم، ما قالش كل حاجه انفقوا مما رزقناكم الا، لكن ربنا قال ايه؟ فارزقوهم مش منها، فارزقوهم فيها، خذوا الرزق من المطلوب فيها، والمطلوب فيها هو الربح بالحركه. اوعى تاخد منها لان كل سنه تخلص 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 وبعدين يطلع ما فيش، يبقى بيثمروا ولا بيثمروش؟ يبقى برضه بينفق منا ايه؟ مما رزقه الله. فالذي ينفق كل ما عنده واثق من رصده عند ربه، والذي ينفق بعض ما عنده يقول له انت بتنفق البعض ده، بس يجب ان تلحظ
التي ساعات تأخذك أريحية الكرم. بيبقى قاعد في الغيط في الغيط كده والدور والغلة عولتها كبيرة والناس دول ياخدوا الصدقة يوم يدوا دعوة كويسة يعني يوم يقعد يتني يدي لحد ما يخلصها. يقول لا انت بدك تشوف أريحية الإعجاب بعطائك. اضمن لنفسك ما تتغيرش بعدين تقول انا عملت دي ليه؟ فما كنت تحس شويه ترى ولذلك ايه فآت وحطه يوم حصاده ولا تسرف. لو ابت لبقيه العام ما تجيب به اريحيتك تبقى ايه الوجه. وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه. طب احنا نعرف ان رجل تصدق فاخفى حتى لا تعلم شماله ما صنع يعني السر صحيح. طب ايه الحكايه العالميه؟ قال لك السر دي في الصدقه المندوبه انما العالميه تبقى واضحه. ليه واضحه؟ قال لك لانك قد تكون دليل ومتهم بالدنيا والناس ما يشوفوكش عمال بتطلع زكاه يوم ينالينا تنسيق. وايضا لتشجع الناس ان دي عمليه بتطلع فده يؤدي وده يؤدي وده يؤدي وده يؤدي وهذا امر موكول الى تقدير الانسان. او الصدق السر هو الذي يزكي من معده هو بيده. يزكي على ايه؟ يديها مثلا للدوله يديها الواحد يديها مش عارف ايه ده ليه الحكايه سر على قالك اه لان الله لا يريد ان يحجب الخير عن احد باي سبب. افرض الواحد بيعملها صدق رياض تقول رياء على دماغك انت رياء ثوابك اللي هو انما الفقير استفاد ولا ما استفادش؟ انت اعمل يا اخويا رياء انت اللي فوت انما الفقير استفاد ولا لا؟ ما استفاد يا اخويا. تعالى نشوف واحد مثلا عنده فلوس زي ما قلنا زمان عنده مثلا مال كتير وبعدين يقعد في بنيه كده ويفكر وانا المال ده هيقعد مكتوب عندي انا مبني لي عماره فيها 10 ادوار كل دور اربع شقق 14 بردان شقه في شقه ب 100 جنيه يجوني قول زي ما تقول اعمل لانك حين تعمل سيستفيد الناس ورضيك وانت بيت ومش هتبقى عمالة الا لما البنا ياخد اللي شال تراب ياخد اللي حرق ياخد المجدر ياخد اللي بتاع مش عارف ايه كلهم وانت اللي فهمت بقى انت اللي عايز تفهم انت وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه. يدرؤون ان يدفعون بشده يدفعون بالحسنه السيئه بشده. طب ايه الحسنه وايه السيئه؟ اول حسنه ايمانيه ان تؤمن بان الله واحد لا شريك له. يبقى دفعت سيئه الشرك بالايمان بالاله الواحد اول حاجه. او دفعت السيئه اللي هي الذنب اللي عملته هات له حسنه وهي التوبه. يعني يفرض النفس بطلت ايه؟ يعمل ذنب يبقى ايه غالبا. رايت منكرا وهي سيئه ادفعه بالنصح ادفعه باليد ادفعه اي حاجه منها. يبقى اذا يدرؤون بالحسنه السيئه او انك ان فعلت سيئه اتبعتها حسنه. واحد عنده ضعف في اي نحله من نواحي الحياه ده الكمال المطلق لله لرسوله. افرض الواحد عنده سيئه نلح عليه في نحله من نواحي يقول ربنا ايه؟ يعني تبعها حسنه. لأني أنا أقول كل الحسنات يزيدني السيئات. يبقى حسنة تبدأ تصيبنا معاذ لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أوصني يا رسول الله قال إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة تنفر تلك الإيه؟ تلك السيئة. السر بالسر والعلم بالعلم. إن كانت سيئة سرية برضه اعمل حسنة سرية إن كانت سيئة أجهل. ولذلك تجد أغلب عمليات الايمان في المجتمع اللي تشوفها ما تجيش من الرجل الرتيب اللي ما عملش سيئات ولا لا ما فيش حاجه سيئه بتطرده انما الرجل اللي مثلا سبق عليه سيئه السيئه ساعه ما ضميره يتنبه وما يقدرش يدفعها بقى نفسه وعملها وخلاص يقول يا ابني اعمل حسنه عشان تروح وهات ابني لازمه ابني مدرسه تصدق بيني وبين. اذا فكل حركات الاحسان كانت تكون من اصحاب مين؟ اصحاب السبب. انت تاخد حاجه من ورا ربنا وتعمل سيئه يصيبك تاني لا يقول لك ادفع الدم ده في الحسنات عشان تعوض.
تذهبوا الايه؟ تذهبوا السيئة فيصنع الايه؟ فيصنع الايه؟ الحسنة. ويبرؤون ويدفعون بالحسنة السيئة. أولئك المتقدمين لهم عقبى الدار. المتقدمين هم من؟ من الألباب اللي صفاتهم يوفون بعهد الله ولا ينقضون النساء ويصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وصبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويبرؤون بالحسنة السيئة. أولئك اللي جمعوا الصفات التسعة دول لهم عقبى الدار. العقبى عادة مأخوذة من العقب. القدم له قدم مقدم وله ايه؟ عقب. عقب هو ما يعقب الشيء. لذلك انت تقول لي العاقبة عندكم، يعني المصادر اللي عندي دي انت ايه؟ تيجي في عقب مصادرتك قريبة منها. اذن العقبة هو الشيء الذي يعقبه ايه؟ يعقبه غيره. كلمة ما تبقاش له للجنة، لان اصل له للجنة يمكن كان عمل سيئة ولا حاجة يدخل شوية في النار وبعدين يروح السيئة. لك عقبة وعقبة دي معناها ان ايه؟ بمجرد ما تنتهي دنياك تيجي الجنة على فكرة. يبقى الجنة ما بيحكي لهم دي مش هيدخلوا بايه؟ مش هيدخلوا النار. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة. وإلا كمان في درء الحسنة السيئة انه اذا اساء لك الانسان فاعمل فيه ايه؟ يتخزن ايه؟ يتعفو يتحسن ايه؟ يتحسن اليه. دي المراحل الإيمانية اللي في الايه؟ في انك تدفع. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ سبحانه وتعالى ادفع بالتي ادفع يعني معناها النشاط الدولي. ادفعوا بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ايه؟ ولي حميد. واذا انت جذبتها كمؤمن في كل مسيء لك ولا كان ان شاء الله تقوم تلتفت تلاقي بعد ما كان عدو بقى صدر حبيب. يقول لك يا اخي طب انت قلت لي اعمل فيها وانا عملت ولا يزال على عداوتها. تقول له انت ظننت انك دفعت بالتي هي احسن. ما تقعدش تتلبس وتجرب في ربنا. انت ظننت انك دفعت بالتي هي احسن. انما هي مش بالتي هي ايه؟ هي بالتي احسن. انما لو دفعت بالتي هي احسن لصدقت الايه القرانيه فيك. لأن الله لا يقول قضية قرآنية وتأتي ظاهرة قضية تكذب القرآن، مش ممكن. تقول له أنت ما دفعتش بالتي أحسن وظلمت أنك دفعت بالتي أحسن. ولذلك يا من تضايقه انفعال من التي أي تسيئه ومن الذي، يا من تضايقه انفعال من التي ومن الذي ادفع فبيتك بالتي حتى ترى فإذا الذي. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا عقبى الدار. ما هي اللي تحت بالدنيا دي؟ جنات عدن. احنا قلنا ان العدن هو الإقامة، وجنات عدن يعني جنات إقامة. ليه؟ انا قال لك لأن الدنيا بالذات إقامة، وكل نعيم فيها إما أن تفوته وإما أن يفوتك. تفوته بالموت وتترك النعيم، النعيم يفوتك ويسيبك مثل أن تشتري نعيم. إذا ما يشغل الإقامة دي، ما يشغل إقامة. جنات عدن. هي قلنا بقى هل كلمة عدن تراد دائما للجنات؟ والجنات معناها كما نفهم البساتين اللي فيها الخضار وفيها الأشجار وفيها الثمار وفيها مش عارف إيه وآخر حاجات زي دي. قال لك دي الجنات غير المساكن. ومساكن تولد في جنات عدن. يعني أنت عارف الحدائق العامة؟ وبعدين جاي ده عامل لي فيها فيلا وده عامل لي فيها فيلا وده عامل لي فيها فيلا وده عامل لي فيها فيلا. دي الايه؟ الجنات. اولئك لهم عقبى الدار. بين عقبى الدار فقال جنات عدن اي جنات اقامه يدخلونها ومن صلح من ابائهم. الله. اباء جماعات. من صلح يعني من كان صالحا متبعا لمنهج الله. من ابائهم؟ قال لك اه. طب وامهاتهم ايه يا زلمه؟ قام قال لك كل ساعه ما يجوا يؤنسوا المتماثلين يجوا يغلبوا الذكر ده. يبقى من ابائهم يعني ايه؟ الاب والام. انا
لم يقل الحق في السورة السابقة ورفع أبويه على العرش يقول الوالدين. احنا بنسمي والد والوالدين بنسمي ليه دي ايه الحكاية دي؟ اما انك التكلفات اغلبها الانوثة مطمورة في الذكورة الا فيما يتعلق بالانوثة، فكأن الله ينبه على ان امر الانوثة مبني على الستر حتى في التكليف، مبني على الستر حتى في التكليف. نعم. ومن صلح من ابائه، طيب جنات عدن يدخلونها لانهم استيقظوا كم شرط التسعة اللي فاتوا. طب افرض الاباء والازواج والذرية عملوا التسعة، ما وجه الالحاق؟ طب نعيد كل واحد من ايه من بتع الدراعه لانه عمل التسعة وده عمل التسعة وده عمل التسعة، فما وجه الجمع ده حيدخلوها وبعدين يعني يفرحهم اول ومن صلح من الاباء والازواج والذرية مدام هم عملوا اثنين؟ طب هم ما داخلين من بطنهم هم. هم قال لك لا، ان الله سبحانه وتعالى يعامل خلقه في الدنيا بمقتضى العواطف الموجوده به في الدنيا. الواحد بيحب مين؟ لا بيحب مثلا اهله، بيحب ابويه، بيحب ايه؟ لما دول بتقابلوا كده ما تفتكرش يعني احنا هنبقى من حقهم ايه؟ من حقهم مين؟ ولذلك تاتي ايه اخرى والذين آمنوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. مسك القضية العقلية في الإلحاق. بمعنى الإلحاق أن تلحق ناقصا بكامل، وأنت بتلحقه به فلو كان مثاليا له في العمل ما يبقاش الحق، يبقى كل واحد خد كل واحد خد. ولذلك اشترط الايمان فقط. وبعدين الاباء تميزوا بعمل بدليل وما ألفناهم من عملهم من شيء، مش خدنا عمل الاب الذي عمل والابن اللي ما عملش ومزجناه كده وقلنا ناخد المتوسط يبقى خدنا من حق ابوه، يبقى مش الحق ده بقى. من الحق ان تبقي لي حق وان تتكرم انت بيه بعمليه الالحاق. يقول بس نخشى ان اللي يطلع يكون مؤمن. والذين امنوا به واتبعتهم ذريتهم بايه؟ بايمان. كان الذريه مؤمنه، الازواج مؤمنه، الاهل مؤمنين، الابوين مؤمنين، ولكن الذي يلحق به عمل زياده وهم ما عملوش الزياده دي بدليل انه جاء في العمل وقال ما ألفناهم من عملهم من شيء. يبقى في الاباء فيهم ايمان وفيهم ايه كمان؟ عمل. طب والابناء والحالات الثانيه اللي اتباع دول فيهم الايمان؟ الله ما عملوش، اهي الحق ياتي ده نقول له خلاص احنا نفرحك بان ولادك هياخدوا من ايه؟ ام قال لك لا، قال لك ده عداله. ليه؟ ام قال لك لان بحب ان ابا يحرص على ان يطعم اهله وولده من حلال. الاولاد اللي هياكلوا من حلال على قد دخل ابوهم الحلال، اللي ما عندوش احتياط في هذه ومنحرف يهلب من هنا وياخد من هنا عشان يجيب للاولاد ايه ويلعب البيت ويعمل مش عارف، يبقى اولاد المنحرفين هيتنعموا ولا ما يتنعموا؟ بيتنعموا عين الدنيا. واولاد اللي بنقول عليهم متزمت ومش عارف ايه، يعني يتعبوا ولا ما يتعبوش؟ ليه ما تبقاش تتعب عشان انت هتبقى تاخد في الاخره من حقد ايه؟ والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما الفناهم من عملهم من شر. يقول لك الا يوجد تناقض؟ لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. العمليه اللي يقولوا لا ليه بقى؟ قال لك لان لما تصلي على مثلا ميت، كل الصلاة على الميت اللي شرعها الشرع دي ايه فايدتها؟ قال لك رحمة لمين؟ للميت. طب تقول له انت بتصلي عليه عشان الرحمة تجيله يبقى استفاد من عمل غيره. ليه لا؟ افهم زي افهم كويس. لأنني لا أصلي على مطلق ميت وإنما أصلي على ميت المؤمن والإيمان من عمله. والإيمان
من عمله. شيء اخر انك حين تقول الحقنا بهم ذريتهم، الذرية تصر لما تلاقي اب على الجاد، لان كل عمل يزيد في حيواناته منه ايه؟ لو تشرفوا انك انت عامل لي حنبلي والباس عمالين مش عارف ايه، وانت عمال يعمل ايه؟ يقول لي ده بيه متدخل ليه في ايه؟ متدخل ليه في الايه؟ في الاخره. والمئات عذب يدخل منها، ومن صلح من ابائهم وازواجهم. والزوج شوف كل الزوج، ان احنا بنقول لك تقول زوجه، يعني بالذات التانيث هي لا، هي الزوج يطلق على مين؟ إيه؟ وازواجه امهاتهم، مش كده؟ وازواجه امهاتهم وازواجه وذريته. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. الله، اذا هم في مكان ينتظر كله، وبقول من كل باب يبقى ابواب متعدده. قال لك ايه؟ اهي ابواب الجزاءات ام هي ابواب الطاعات التي ادت الى الجزاءات؟ فده باب الصلاه يدخل لنا، وباب الزكاه يدخل لنا، باب الصيام يدخل لنا، باب الصبر يدخل لنا، كل واحد جاي بتحفه لايه؟ فاذا فيه ابواب الا بالجزاءات، كل يوم يجيبونهم فيه خير. كلما رزقوا من ثمره فرزقوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، الباب يبقى مفتوح، يبقى الباب ده غنى منه تفاح. يقول لما يجي تاني يوم ما يجيبش تفاح، يجيب مانجا. الله، يبقى اذا مش الباب هيجيب حاجه واحده، يبقى من الباب ده راح، من الباب ده راح، الباب ده كل ابواب ايه؟ اما ابواب الجزاءات واما ابواب الايه؟ الطاعات التي ادت الى الجزاءات. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم، سلام يعني أمن، اطمئنان، رضا، بما صبرت. سلام عليكم بإيه؟ بما صبرت. إحنا بقى دي إذا الذي ينالي له بالصبر، بس ده الصبر واحد من الذين صبروا ابتغاء وجه الله، من تسعة ذكر تسع أشياء والصبر واحد منهم. قال لك لو نظرت إلى بقية الأبواب بتاعت الطاعات، عهد الله والميثاق ورسولنا معهم، كل دي تجدها كل دعامتها الصبر، كل دعامتها ايه؟ ولذلك تجد سلام عليكم بما صبرتم أي بما أسلكتم في الأيام الخالية، زي ما قال كل وسام غنيرا ايه؟ أي بسبب ما أسلفتم في الأيام الخالية، لأنكم ما أسلفتم في الأيام الخالية جوعا وحرمانا إلا لوثوقكم الوثوق التام بنعيم الآخرة، وأنه وعد من الله. وإذا كان الله قد وعد بما اتكلمتم في وعد المتقون، وعد والوعد ده يبقى زي ما لسه ما يجيش. ومن الواعد اللي وعد مين؟ ربنا. قال لك الإنسان البشر قد يخلقه وعدا، لأنه إذا وعد بشيء لا يضمن الزمان الذي وعد فيه أن يكون عنده القوة اللي يعمل. لكن ربنا لما وعد في حاجة هتتأدى عليه، يبقى الوعد ده إيه؟ يقين. ولذلك لما قال له كيف أصبحت؟ قال له أصبحت بالله مؤمنا حقا. قال له لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال عزفت نفسي على الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها. وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وإلى أهل النار في النار يعذبون. مسألة ما قضية، ده يقين. قال عرفت فالزم. إلى لقاء آخر.